الاسم ديالي عاني جمال بن محمد بن ابراهيم بن الحاج الحسن الحمولي السويري، والنسب من جهه الجدة فاطمه بنت المعلم ابراهيم بن احمد المزكيتي السويري بوقطايا الملقب بالحجار. انا الراسي تفاجئ يعني واحد النهار اش بيت نقول لك، نعاود لك بتفاصيل باش بنادم حتى المواطن باش يفهم. انا واحد النهار جاي داخل مع باب الدار، لقيت واحد الاعلان ديال الدار اللي كانت تبع عندي، هو الاعلان ديال البيع هو هذا، ماشي مشكل. انا لقيتها قبل الاعلان، حنا عندنا بابا الشاري، ها هو بابا الشاري، يعني بابا الشاري عند امو في 86، ها هو الشراء بشاري الوالد عندي هنا. تتقول لك بلا انا ساكن في هذا الدار، ها هو من بعد الشراء حتى الناس اللي تشهدوا عليا، يعني ها هو الناس 12 واحد تشهد بلش انا ساكن في هذا الدار، ها الحكم ديالو، ها هو باش جا المفوض قضائي، مفوض قضائي ها هي باش عندي انا الحيازه ديال الدار، يعني كلشي هاد الوراق جات هنايا هما. تنجي تنشوف باش مسجله السيده هاد الدار، امتى سجلوا هاد الناس؟ الناس مسجلين في شهر 8 ها هي ديال التسجيل، خارجه من دار التسجيل بمفوض القضائي، يعني السيده هنا تسجلت في شهر 8 والسيده ميته في شهر 5، يعني كاين شي حاجه ما فهمتهاش انا، والله اخويا ما فهمتها. يعني تدرت الاجراءات ديالي، وقفت التنفيذ، هاد التنفيذ ما بقاش تبع، يعني لقيت مني ما بقاش تبع التنفيذ، يعني درت اجراءات مشيت للمحكمه، يعني لقيتها منين تنشوف هاد الناس اللي بيبيعوا ليا، شكون هما هاد الناس؟ هاد الناس واحد شي ناس اللي اش بغيت نقول لك، واحد المخرجه ماشي ديال ديك الدار، ديال دار اخرى ماشي ديال هاد الدار، يعني كاين واحد كي لا يعقل، واحد الدار كاينه في سيدي المخرجه ديالها كاينه في سيدي عبد الله عمر، ماشي حومة زعير والعادل الجوار اللي دار لها، ماشي هاد الجوار اللي فيها هي انا، ماشي مشكل، عسى تكره شحن وهو خير لك كيف ما تدير. لقيت مني وقفت التنفيذ، وقفت انا التنفيذ الاول، اش داروا هاد الناس؟ داروا مواصله التنفيذ، لقيت مني داروا مواصله التنفيذ، اش داروا؟ درت انا ايقاف التنفيذ، داروا هما الاستئناف، يعني لقيت مني داروا هما الاستئناف، درت انا النقد، داروا عتاني هما مواصله التنفيذ، اش درت انا؟ لقيت مني داروا مواصله التنفيذ، تبعت الاجراءات اللي هي قانونيه، درت انا اليوم ايقاف التنفيذ، ايقاف التنفيذ دار لي رئيس المحكمة، دارت لك لا ما عندك الصفة باش توقف لهم التنفيذ، يعني اش درت؟ بلاش تندلع على الصفة، اشنا هي الصفة؟ يعني الصفة خصني، يعني كما تيقولوا واحد خيتي صدقات جدة المرحومة صدقات وبعت، وحنا عندنا الشراء قبل الصدقة، يعني قالت لك المحكمة خصك دير الصفة، لقيت مني بيت ندير الصفة التجأت، لاش بيت نقول لك غاتجيك غريبة، يعني شي حوايج اللي شفناهم مع الوالدين الله يرحمه، يعني باش عرفت انا الصفة اشنا هي الصفة، يعني خصك تنوض جدكم من القبور، يعني اشنا هي باش يديروك الصفة. مشيت عند ولاد عمامي، ولاد العمام اللي كل واحد عندي ولاد عمامه، مشيت عند ولاد عمامي قلت لهم كل واحد يعطيني الإراثة ديالو باش نديرو الصفة، مشيت عندهم حتى واحد ما بيعطيني الإراثة ديالو، جاب الله القدرة الإلهية وداكشي اللي حفظناه مع الوالد هو تنمشيو تنزورو القبورة، يعني كنت تنمشي مع الوالد للمقابر نهار كان تيزور خوتو، مشيت بقيت تنصور دوك القبورة، صورت القبورة كل قبر تنصورو، مشيت للمحكمة، المحكمة لقيت من تطلب لي المحكمة الصفة، يعني تنعيط على محامي تيقول لي اشنا هو السبب، اشنا عطيني سند علاش نبنو باش نخرجوا هاد الإراثات، يعني المحكمة تتقول لي دير الصفة وهاد الناس ما باش يعطوني، يعني جاب الله كاينين المؤسسات بعدا اللي تيساعدوا بعدا في هاد الأمور اللي تيبقاو الوراق ديالك مخبين. خرجت كل ورقة تنخرجها، يعني تنجيب مفوض قضائي من هنا تندير الإجراءات اللي هي قانونية، تخرجت الإراثات، لقيت مني خرجت الإراثات بالضبط الصفة ديالي، لقيت اش بغيت نقول لك شي حاجة لاباس منين باقي بعقلي الحمد لله وتنهضر، يعني لقيت منين خرجت الصفة ديالي، يعني تبت الصفة ديالي للمحكمة، ها الصفة هي، يعني أنا وارد في هاد السيدة، يعني كملت المساطير ديالي ديال الأحكام اللي تيدوزو، يعني لقيتها منين جيت للمحكمة، هاني درت الصفة ديالي، علاش المحكمة درت لقيتها منين هذا؟ بغيت ندير إيقاف التنفيذ، ترفض لي الطلب، يعني لقيتها منين ترفض لي الطلب ماشي غوات ولا شي حاجة، مشيت درت ليه الاستئناف، يعني استأنفت، يعني لقيتها منين استأنفت وعندي الصفة توقف لي التنفيذ، ايقاف التنفيذ مزيان، يعني درت الاجراءات اللي درت، يعني درت ابطال الصدقه ها هي تدوز في المحكمه والحمد لله ربحتها، درت ايقاف التنفيذ.
بقيت منين انت بغيت نعرف الصفه ديالي اجرت يعني بغيت نعرف انا علاش شاري يعني عندنا هذا الشرع هذا الشرع علاش مسند على هذه الملكيه هذه يعني هذه لو قيت منين درت واحد القضيه الاجراءات القانونيه يعني هذا ترجمته درت ليه الترجمه ديالو بغيت نعرف اش فيه يعني هذا مسند على هذا بحال دابا الملكيه ديالو هذا مسند على هذا منين درت ليه الترجمه عطاني شي حوايج ليه هو اش بغيت نقول لك لقيت شي ملكات محددين فهذا اش من وقيته كاين هذا المتروك يعني كاين في 1897 يعني غطيح لك على البال ديالك جاب الله يعني المتروك من والديك ولا من يعني هذا المتروك ديال الجده يعني هذه الجده بحال بغيت نقول لك واحد الحاجه ديال هذا السيد هذا الاب ديالي بقى مع امه حتى 94 يعني كانت عندنا حتى مرضات عليه الزواج شي وحدين داو شي عمامي ان هذا المتروك هذا هو علاش مسندين حنايا ولقيت هذا السيد امتى قادت الاوراق ديالها ما قادتهم حتى 84 نهار بات بيع لينا حنا الدار فاش تعترفت بها ما كانتش مقيده حتى قادينا لها قاد لها الوالد الله يرحمه الاوراق ديالها يعني اي حاجه باش حصلت على يعني لقيت من درت الاجراءات اللي هو انا مسند على هذا بغيت نعرف انا اش هذا عندي اش فيه علاش يثبت ليا يعني كاينين جوج ديال المخارجات يعني كاينه مخارجه ديال الشراء وكاينه مخارجه ديال الصدقه وما يمكنش الدار يكون عندها جوج ديال المخارجات يعني جبت هذا لقيته مع هذا لقيت انا بالله عندي واحد القوه صحيحه حتى اللي مشيت دخلت بها تشرعت فيها ولا شي حاجه يعني عندي ملكيه عندي وطن باش مسند يعني اجدر درت واحد القضيه الاجراء اللي درت هو درت الاراثه والفريضه للجده درت الاراثه والفريضه الاراثه والفريضه ديالها الاراثه والفريضه ديالها درتها يعني درت واحد الحاجه اخرى ثاني مزيانه درت لها مساله تقسيم تركه يعني بغيت نعرف انا اش عندي ولا ما عنديش ها هي مساله تقسيم تركه فاطمه بوكطايه يعني هنا لقيتها منين دخلت اللي بانت ليا واحد الحاجه اللي ما كنتش انا معول عليها ما كنتش معول عليها انت عتذكروا شنو هو خير لكم يعني هنا درت تقسيم تركه ودرت الورثه كلهم ما حيدتش شي وارث واحد كلهم درتهم كلها درت ليه النسبه والسند ديالو ها هما القسمه ديالو هما درت واحد القضيه اللي من جهد الله داكشي من عند الله تيطيح عليا في كفكره درت مساله تقسيم تركه قسمتها هي درت بغيت نخلص لها التسجيل ديالها هي يعني قسمه اللي بغيت نسجلها هي يعني خصني تعرف باش نسجلها باش ندير لها التقويم ديال دابا اللي كاين يعني عطاتني في الاسهم واحد 165900 تبارك الله هادشي ديال هاد الشريفيه اللي خلات لينا هاد الجدان الله يرحمها يعني 165900 يعني درت الوكاله داروا لي اخوتي الوكاله اللي تنوب عليهم اه ما الوكاله باش تنوب على قداش الا دخلتي للمحاكم وداكشي خصها تكون عندك وكاله ما تهدرش انت بوحدك يعني ها هما اخوتي دايرين لي وكاله حتى هما باش تنوب عليهم انا في هاد الوكاله يعني لقيتها مني بغيت نعرف اشنو هو هادشي على قداش هذا باش كنت درت ليه ترجمه غير عاديه غير تكتبتها غير عاديه يعني بحال مشيتي عند شي عادل وكتبها لك يعني ماشي موثوقه ولا شي حاجه كهذا يعني اش خصني ندير خصني نلتجأ اشنو هو الحل اشنو هو الحل قال لك خصك دير ليها الترجمه ديالها نسخ يعني هنايا فاش تنشوف هنا تلقاها هي انا نقراها لك باختصار غير واحد جوج خطوط اللي غيبان لك ولا ثلاثه ديال السطوره الحمد لله لما توفي المعلم ابراهيم بن احمد المزكيتي السويري بوكطايا الملقب بالحجار عن زوجتي امينه بنت احمد العيساويه السويريه وعن بنتها الصبيه فاطمه لا وريث سواها هم وعلم علم التعصيب وخلف الدار التي كانت سكنه من حومه سيدي عبد الله عمر ومن حومه الشبانات المكتنفه مجموعه بدار جلالي بن مؤمن وبين الراوي جانب المخزن اعز الله مشتمله على اربعه بيوت ونواله قوم بارباب المعرفه والبصر 150 يعني هذا الشيء مقوم محطوط يعني اش يعني واحد البلاصه يعني مكتنفه يعني مكتنفه هي يعني كاينه بحال بغيت نقول لك في 1897 هي المدينه ديال صويره فيها اربعه ديال البيوت اللي فيها هما اللي كانوا يعني بحال الدخل ديال المدينه ما كانش مبني حتى نقول لك 1897 يعني هنايا باش نقول لك يعني غنقول لك بحكم ديال اللي كاين هنايا ها هو يعني تنهضر معك بالوثائق اللي كاين يعني في 1897 كانت المدينه غير
خلعات بغيت نقول لك بحال الشكل ديال اللقيطه ملي كانت تما كانت تما هي البور المرسى على قداش اول مرسى في افريقيا كانت طومبوكتو هي صويره. درتي لها البحريه التحديد؟ درت لها التحديد، درت لها مسائل ديالها عرفتها يعني باش نعرفها. يعني بحال بغيت نقول لك غنقول لك يعني بحال دابا لقيتها منين عندي هاد البلاصه كانت كثيره خاويه، يعني لقيتها منين جيت تنحضر دابا مع ما قديت الايرات والفريده ديال جده حتى ل 2020 فاش قديتها يعني، والحكم ديالها حيدتها في الحكم ديال 2019 فاش حيدتها من الوفاه. يعني عرفت انت الاجراءات اللي بدوزها في الاحكام باش السيده توفات وداك الشيء، يعني خصك ورقه بورقه ورقه بورقه. جاب الله تنشكر المؤسسات المغربيه اللي فيها بعد هاد الادارات بعدا اللي ساعدتني، اي ورقه تنشدها ما عنديش المشكل فيهم. لقيتها من قديت تلقى هذوك الاحياء اللي داك التيره اللي كانت ولات فيها دروبه ازقه، يعني خصني ندير على حساب الا بغيت ندير اثبات حال واستجواب لدوك الناس ماشي غندير ليه ارض، يعني لا يعني خصني نفرق كل سيكتور نديرو بوحدو. يعني اول سيكتور بديت به هو السيكتور ديال اللي ساكن فيه انا ديال سيد عبد ديال زنقة الزعير، يعني زنقة الزعير انه يملك عن طريق الارث من جهه جدتي السيده فاطمه بوكطيب بنت ابراهيم مجموعه من الاملاك عباره عن دكاكين ومحلات سكنيه توجد بزنقة الزعير، وحيث تفوجئت باجوج اشخاص داخل هذا الملك ليست لهم اي صفه او علاقه بهذا الملك. فعلا شديت عليهم حكم باش ندير مع هاد الناس اشنو هو السند علاش مسندين. يعني شديت زنقة الزعير اللي تنقول، شديت الشبانات اللي عندي في الرسم، ها هي حتى هي كاينه في الرسم عندي الشبانات المكتنفه، يعني واحد البلاصه محدده. يعني دزت الزرقتوني اللي هو الزرقتوني هو الخضاره شارع الخضاره، دزت لشارع الملاح حتى هو، دزت لسوق جديد اللي معروف بسوق جديد يعني شكون اللي فيه وداك الشيء، دزت لمجيد من لحقتي، طلعت مع جيد ديك السوق زرقت القري حتى هو الرحالة. يعني درت بسيكتور 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 بسيكتور، يعني لقيتها منين بيت ننفد علاش بيت ننفد دوك الناس اللي بيت ننفد عليهم. يعني بحال قلت لك شي واحد كان ساكن بوكالة كونترا شي حاجة، كاين شي واحد اللي خلاه غير باه تما ساكن ما عنده حتى ورقة، يعني ساكن استافد في المدينة القديمة ماشي مشكل، فت المدينة القديمة ما عطيتهاش أهمية. يعني دوك الناس أنا كبرت في وسط من دوك الناس، داك الشارع في صورة يعني ولاد الدرب ولاد الحومة، يعني باش تجي تصدموا ونخرجوا ونشردوا ونتكرفس عليه لا. درت واحد القضيه مزيانه، التجت للدروبه الاخرين، يعني بحال دابا الحي الصناعي شارع المسيره، جيت ارقان جيت ارقانه، يعني واحد ارقانه اش بغيت نقول لك هذيك ارقانه هي اللي دارت لي لقيت فيها شي مشاكل اللي هما بزاف بزاف بزاف. يعني جيت شارع محمد الخامس حتى هو عطاني امر ديالو، يعني اي حاجه تنبي ندير يعني تلتج للمحكمه، يعني بيني وبين المحكمه ما تلقاش مشكل، بيني وبين المحكمه ما عنديش مشكل، يعني تندير طلب ديالي تنقرا القانون اش فيه تندير لي طلب تنجاوب عليه، يعني تنعطي له راه ولا كان شي حاجه رفض ليا ما تلقاش الحمد لله الرفض ولا شي حاجه، تندير الاجراءات اللي هي قانونيه. واحد الوقيته ملي مشيت اكتشفت مشيت قلت بلاتي بلاتي غنمشي نشوف ديك ارقانه، ديك ارقانه باش داز ديك ارقانه نعاود لك واحد القصه ديالها ما تفهمش كياش. يعني ديك ارقانه اش وقع فيها؟ كان بيدار فيها واحد الملعب لي بلدي، ملعب بلدي ملعب بلدي يعني تيران، يعني في 93 بيدار واحد التيران تما، جات المياه الملاك المخزنيه فوتاتو لواحد الشركه بلا لا داعي للشركه شكون هي، بعت لها ب 150 درهم من المترو باش يدار تما تيران، خرجت من تما من خرجت مياه الغابات خرجت واحد 40 قطار اللي خرجت، يعني باش تباع على حساب الملعب وداك الشيء، داروا لها واحد الثمن ديال 150 درهم مزيانه باش تستافد فيها، يعني كمركب يستافدها فيه صويره وداك الشيء مزيان، لنا حتى للدراري ديال اللي جون ديال صويره وداك الشيء يكون عندنا تيران يكون عندنا ملعب يكون، يعني هذا الشيء باش خرجت. واحد لقيتها منين هذا تنتفاجئ، لقيتها منين مشيت للمحافظه درت طلب باش نجر نشوف داك الشيء باش داز، يعني في ذاك الملك ديالي هذاك الملك هو عندي الورقه ديالو عندي الرسم ديالو باش خرج الحكم ديالو، يعني عندي في الرسم. لا هذا واحد تزيئه تزيئه على قدا جديده، عندي الرسم ديالي مسائل يعني داخل عندي في المتروك وشد عليها حكم راه هي تما ديال اثبات حال واستجواب، تلقى تما الناس اللي شدوا تما. الغريب في الامر هو لقيت تما واحد اربعه ديال القطار ما كايناش، يعني واحد اربعه ديال القطار ما عرفتهاش فين داز، يعني لقيتها ملي خرجت
40 هكتار اللي خرجت الاملاك مياه الغابات، 40 هكتار اللي دوزت الاملاك المخزنيه، اني الاملاك المخزنيه لقيتها منين دوزت، دوزت غير 36 هكتار، يعني اربعه الهكتار فينا هما، يعني ما محطوطينش في الجريده الرسميه، ما دازوش، يعني كيفاش ديك الربعه ديال الهكتار، يعني مؤخرا من موراها تنشوف ديك الربعه ديال الهكتار ما كاينينش الوراق ديالها، يعني كي دار تدازت، يعني تلقى شي وحدين دوزوا فيها ولا ما عرفت تفرقات بين شي وحدين، لا لا الله شي حوايج، ودابا ديك البلاصه شحال تيدير المترو فيها كاري، تيدير 10,000 درهم للمتر كاري، يعني ديك البلاصه اللي دازت 150 درهم، يعني واحد الثمن اللي هو خيالي. الختام ديالي تنشكر السدات العلاتي بالله، داك الخطاب اللي دار ديال 2016 يعني نفعني بزاف، نفعني بزاف، وكون ما كانش داك الخطاب ديال 2016 ما كنتش بتنص لهادشي في المؤسسات. وتنطلب من المسؤولين اللي وصلت لهم دابا الشكايه ديالي اللي كاينه، كاينه في رئاسه النيابه العامه والمجلس الاعلى للسلطه القضائيه، والتفتيشيه ديال الاحكام يشوفوا لي هاد الاحكام ديالي باش نتنصف بعدا، نحسر بحاجه بعدا، نحس بحاجه. ومن هاد المنبر يعني اش بغيت نوصل لك، يعني ولادي تحرمت منهم، حرموني منهم هاد الوراق، يعني شي حاجه يعني الصرف ديال هادشي اش بغيت نقول لك. اول حاجه يعني ما بين هاد الوراق وداك الشيء كاينه واحد 40 مليون طحنتها رزقي وراس مالي، رزق ولادي، رزق ولادي طحنتو في القضاء، يعني حشومه، يعني غتجيك عيب كاع حتى قدام ولادك الوقت انت تقول لك انت مخلي ولدك ما بالجوع ولا مكرفس على ولدك وتتخسر في الوراق في المحاكم. يعني تنقول لي تيقول لي اولادي خسرتي تنقول لهم واحد النهار غتفتخروا بيا، ها ولدي دابا نحفظ لك دابا ولدي شحال هادي ما شتوش، ها غادي ما شتوش دابا نقول لك واحد 8 شهور ما شتش ولدي، الاخر ما شتوش نقول لك 5 شهور، يعني هادشي دا لي رزق ولادي. وتنطلب من الحمد لله منين كاين في المملكه المغربيه كاين الانصاف، كاين العداله والانصاف، يعني باقي فيها الابتدائي الاستئناف، باقي دابا شي حاجه باقي لي فيها واحد الربعه ديال الاحكام، يعني حكم نهائي اللي غيكونوا هما واحد الربعه اللي غيكونوا هما غيصدروا. وتنطلب دابا منين وصلت دابا المسيره ديالي وصلتها لرئاسه النيابه العامه والمجلس الاعلى للسلطه القضائيه، عندي امل، عندي امل في هاد الناس اللي حط سيدنا في المؤسسات ديالو، يعني كاين امل الحمد لله. وتنشكركم بزاف، وتنشكر الاخوه اللي تعاونوا معايا، واخا التعاون معاك غير بالتعاطف شي حاجه زوينه، يعني بنادم الحمد لله كاين خير في المدينه، كاين خير.